السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم جبتكم حلقة جديدة حلوة من اطلع بعض المشاهير على اليوتيوب. طبعا راح اطلع دحومي مسترسلة بمو متابع. يقول لك هاي السؤال، هاي الشخصية يمكن عالم الكرتون او الانمي وصور. يقول لا، يروح احاول اطلع دحومي 3 ساعات. نعم، شوف هاي دحومي شخصية يوتيوبي يوتيوبرز جيمينج معروف، عنده 2 مليون مشترك. شخصية انت لا، نصف السعودية. نعم، هل اشتهرت هاي الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ نعم. هل خارج البلدة؟ لا. بتعمل شغل ده الأبطال؟ لا. طيب شخصية توم أسنان؟ لا. نعم. لا نعم، هي يعني مشهور دحومي. بالعكس، دحومي ضعيف جدا. هي شخص لها أكثر من 1 مليون مشترك في حسابها. نعم، لا لا أعلمون. إيه، ما أعرف وين يعيش. لا، خطأت. ما اعرف وين اجلس تعبين. لا، هل توجد اسطورة عن الشخصية؟ لا. هل الشخصية طالب جامعي؟ لا. شو طلع لي؟ شنو غلط؟ رقم غايب. جواب طلع هذا غلط، وراح نشوف الراجع. هاي لك بعض ذولا موجود من عندهم. ايش جواب طلع؟ والله دحومي 3 ساعات لاعب ماينكرافت. هنشوف هسه غيره. روح على مستر شنب. نو no. لا لا، هل تعرف شخصية لعبة كرة قدم؟ لا لا. هل شخصية عربية؟ نعم. هل شخصية من عالم السياسة؟ لا. هل تحترف شخصية تمثيل؟ لا. هل شخصية لديها متزوجة أو أولاد؟ لا. هل شخصية من أصول سعودية؟ نعم. هل اشترى هذا الشخص عن طريق اليوتيوب؟ نعم. لا. الشخصية هل يدرس خارج البيت؟ لا. هل تضخم شخصية تقريبا أستان؟ لا. هل تدرس شخصية نظارة طبية؟ لا. هل توفت شخصية من جيل مبكر؟ لا. هل الشخصية تحب التحديات؟ نعم. هل تظهر شخصية على التلفزيون؟ لا. هل تحمل الشخصية منديل دائما؟ لا. هل تشتهر الشخصية بالأغاني القومية؟ لا. هل قامت الشخصية بأدوار في أفلام تاريخية؟ شباب صار بيمل الموضوع. 1 مليون مشترك في حسابها. نعم. ولا يستخدم له معروف دوس. لا أعلم. اللون المحبب للشخصية هو الأخضر؟ لا. أيضا لا. لا لا لا.
هذا وين عفوا؟ هذا أجنبي طلعوه، شباب يطلعونه يعني بهاي القائمة. هذا مستر شنب، بعد أشوف إنه والله خلي خط واحد ببالي، راح أطلع مجرم قايمز. شخصية عربية؟ نعم. شخصية أمها؟ لا. شخصية هل عمر الشخصية فوق 40؟ يقول لك هل عمر الشخصية فوق 40؟ هل تظهر الشخصية على شاشة التلفزيون؟ لا. هل اشتريت هذه الشخصية باليوتيوب؟ نعم. هل الشخصية من أصول سعودي؟ نعم. هل الشخصية من أصول ياباني؟ لا. هل الشخصية مثلث في فيلم رعب؟ مثلت. هل يدرس خارج بلده؟ هل شخصية مؤسس دولة؟ لا. هل شخصية تقويم أسنان؟ لا. شخصية من أصول أرجنتينية؟ لا. هل شخصية مرتبطة بألعاب الفيديو؟ مجرم قايم من الممكن؟ نعم. لا. هل شخصية عمل ووظيفة في مجال التجارة؟ لا. شخصية ليش سمعة سيئة؟ لا. العمالقة راحوا عليك؟ لا. شوف كلاس على العملاق. الشخصية مشهور بسبب لعبة ماينكرافت؟ لا. هو شخصية بدور في الحرب الأهلية اللبنانية؟ لا. شخصية سمينة الجسم؟ لا. شخصية من البحرين؟ لا. الشخصية 3 مليون مشترك في حسابها؟ نعم. الشخصية من أصول آسيوية؟ نعم. مستر شنب، شباب طلعوه والله. دوس. نعم. بعد والله والله راح اطلع اليوم من ديفل ستيشن، على ديفل ستيشن. لا لا. هاي شخصية عربية؟ طبعا نعم. هاي شخصية متوفى؟ لا. تعترف شخصية تمثيل؟ لا. هاي شخصية بتعرف سياسة؟ لا. تعترف شخصية الغناء؟ هل تظهر الشخصية على التلفزيون؟ شباب مساعدة السؤال ما عرفت شنو. لا. الشخصية معناته غواك؟ هل اشتريت الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ نعم. هل الشخصية حقيقة؟ لا. هل الشخصية من أصول سعودية؟ نعم. هل قام الشخصية بدور في الحرب الأهلية اللبنانية؟ لا. هل اشتريت الشخصية بسبب عنفها؟ لا. هل الشخصية شاركت في حروب ما؟ لا. هل الشخصية مرتبطة بألعاب الفيديو؟ نعم. هل الشخصية فضولية؟ لا. هل الشخصية لديها أكثر من لوب مشترك في حسابها؟ نعم. هل تعيش الشخصية مع أمها في نفس المنزل؟ طبعا. هل الشخصية في البحر؟ لا. مو بالبحر، هي بالبحر، إيه بالبحرين. عبالهم جدو شايب. أفشل موقع بالكرة الأرضية. الله في الكذاب والله، يمكن موجود بالهذا، متأكد بالهاي. اي شباب طلعوه والله. بس هي قامة مالتكم 70 يوتيوبر؟ زي طبعا تطلع دولو. شباب موقع فاشل ما صحكم تطبون عليه، انا راح اخليكم رابط بالفيديو.